من نبتدئ معها فهناك العوينة مع المركز الأول مع غانم بن منصور، آل سيف الخياري مع المركز الأول، المركز الثاني فنرى ثاني المراكز وانطلاقة الكايدة لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبريل مع الإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري مع ثاني المراكز، ثالث المراكز نرى انطلاقة المركز الثالث وثالث المراكز هنالك العنود وانطلاقة العنود مع وديب بن سالم الشمري ونسأل الله السلامة للعنود، وهنالك رابع المراكز وانطلاقة المركز الرابع شعار محمد بن زايد المنصوري فانطلاقتها مع اختيار مع محمد بن زايد المنصوري مع المركز الرابع، ولكن هنالك التي تتدخل على ثالث المراكز وانطلاقة الشهنية مع سالم بن حران المري مع المركز الثالث، رابع المراكز نرى الكايدة مع سعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبريل مع محمد بن قريع المري، وخامس المراكز انطلاقة اختيار مع محمد بن زايد المنصوري، خمسة أسماء خمسة نجوم وفايف ستار هنالك أذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكن في هذه اللحظات حضرتني أبيات للشاعر محمد بن فطيس المري حينما قال ابتدى الموسم بعد طول المقيض كل موسم صار قده ذكريات الحضيض اللي يعدون حضيض من بدا الموسم وهجنة جاهزات واثق ويقول بالخط العريض واثق ويقول بالخط العريض يلا بشوط وفيه مرشحات، انطلقت الشعارات المرشحات للناموس وللانطلاقات، فهنالك المركز الأول وإلى النداء الثاني أرى العوينة على المركز الأول مع غانم بن منصور آل سيف الخيارين، فهناك من الجانب الأيمن وانطلاقة الجانب الأيمن أرى الشهنية مع سالم بن حران المري، والشهنية التي تحلق بأرضية هذا الميدان ومنطلق مع الصدارة ومع المقدمة، ثالث المراكز وانطلاقة المركز الثالث أرى اختيار مع محمد بن زايد المنصوري، ورابعا وانطلاقة المركز الرابع أرى الكايدة مع سعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبريل ومحمد بن علي بن قريع بعملية التضمير، خامس المراكز أرى انطلاقة المركز الخامس مع محبة محبة الجماهير تنطلق مع المركز الخامس مع محمد بن زايد المنصوري مع المركز الخامس، نداءنا الثاني للخمس المراكز المتقدمة هنالك أعداد هائلة آتية إلى الصدارة وإلى المقدمة آتية للمنافسة، أعداد وشعارات آتية إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المنافسة وإلى الصراع والقوة، هنالك المقدمة وهنالك الصدارة وتغيرات جرت على مقدمة هذا الشوط أرى مرعبة، والشهنية الشهنية مع سالم بن حران المري مع المركز الأول، ولكن العوينة أيضا تنطلق بدورها إلى الصدارة والمقدمة وإلى المركز الأول مع غانم بن منصور آل سيف الخيارين، ولكن ثالث المراكز وانطلاقة المركز الثالث أتى الرسمية مع المتحدة المتحدة مع عامر بن سعد الرفادة المري مع المركز الثالث بانتقالتها بدورها إلى المركز الثاني، ثالث المراكز أرى الشهنية لسالم بن حران المري والمركز الرابع، ورابع المراكز أرى اختيار مع محمد بن زايد المنصوري، خامس المراكز وانطلاقة المركز الخامس هنالك الكايدة مع سعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبريل مع محمد بن علي بن قريع، أو هناك من غيرت بدورها إلى المركز الخامس أرى انطلاقة جوهرة من تتلألأت مع المركز الخامس مع سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبريل مع محمد بن بخيت الزعيري مع المركز الخامس، الكيلو الأخير يا مضمرين الكيلو الخطير إعلان لمن يهمه الأمر، كيلو اللي ما بعد إلا الناموس، الكيلو الذي يتبين معه الخطورة، وهناك المركز الأول مع العوينة مع الصدارة والمقدمة مع غانم بن منصور سيف الخياري من تسيطر منذ انطلاقة هذا الشوط وهي قائدة للمركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة، المركز الثاني وثاني المراكز أرى انطلاقة المتحدة مع عامر بن سعد الرفادة مع المركز الثاني، ثالث المراكز اختيار مع محمد بن زايد المنصوري، ورابع المراكز أيضا أرى انطلاقة اللي ممدونة عندنا رابع المراكز حاملة رقم 18
وهنالك ايضا مضمر الغرن ينطلق بدوره مع الشاهنيه مع خامس المراكز انطلاقه الظبي مع فيصل بن طالب بن شريم، ولكن اعود مع الرسمي والانطلاقه مع مركز الاول والصداره مع المتحده من اتحدت قواه، ولكن اختيار من اختارت موقعها المرموق والمركز الاول وانتقالتها الى الصداره مع محمد بن زايد المنصوري، ولكن الظبي او المتحده مع عامر بن سعد الرفاده ثالث المراكز ممدونه لدينا في عربه النقل والتصوير، ولكن اختيار هي من حسمت الموقف وسجلت المركز الاول وانتقلت مع الصداره مع محمد بن زايد المنصوري ثالث المراكز. حاملة الرقم 18 ممدونة لدينا ثالث المراكز المتحدة لعامر بن سعد الرفادة رابع المراكز العنود مع ودية بن سالم الشمري خامس المراكز، الظبي مع فيصل بن طالب بن شريم المري الثاني، والتبريكات نزف والي مالك اختيار من حسمت الموقف وتسللت بدورها إلى الصدارة، ولحظة وصول اختيار إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. توقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 30 ثانية، 3 أجزاء من الثانية الثانية، والتبريكات لمالك اختيار محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني حاملة الرقم 18 وليست مدونة لدينا، كانت توقيتها الزمني 6 دقائق 30 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الوصول من قبل المتحدة 6 دقائق 31 ثانية بالتمام والوفاء. التهاني والتبريكات للسيد عامر بن سعد الرفادة، 3 مراكز ادعناها بتوقيت الزمن. فهناك شوط غادم ينطلق برفقة الزميل محمد بن بريك المري، والشوط الثاني عشر إليك محمد.